لك تشبك فشيت شي عدوك في الاتليه تبسيمه والعرق ليه هذه هي الكاميرا كاشيت ولالا لالا ايش وعملت صحة شريبتكم. اليوم فريق الكاميرا الخفية يتحول إلى فريق مراقبة صحية على كل المواشي والدواجن. واليوم دخلنا حذا واحد مواطن تونسي يربي في الدجاج العربي وعلمناه اللي الدجاج متاعه الكل تعرض لإنفلونزا كبيرة. شوفوا ردة فعله وش مش يعمل معانا التونسي وقت اللي تجيه وتلعب له بخبزته. أهلا عسلامة ومرحبا بيك. جماعة التلفزة جينا بحضرتك ضيف في اليوم. مرحبا. احنا تلفزة الجنوبية وجينا في زيارة ميدانية معنا دكتور سي احمد الجيجة ومعنا الاخت تايلة خبابل. جينا باش نعملوا زيارة، سمعنا اللي انت فنان ومختص في تربية الدواجن خاصة الدجاج العربي، قالوا لنا راه فنان وارتيست في الامور هذه. ان شاء الله ربي يعاوننا اخويا، ان شاء الله ربي يعاون. عندك برشا فنان خلونا ولاد الحلال لاباس الحمد لله. نجم تورينا المنتوج نتاعك؟ تفضل تفضل تفضل. مرحبا بكم. يا سي الكادر تبعني اخويا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صديق هذاك حجل بيشكو ذاك وعنا دندون الكل عربي ذا عربي. وفاش توكل فيه بالله؟ عالفة عالفة شعير وقمح. فاش توكل؟ فاش توكل شعير وقمح. طيب فاش توكل شعير وقمح؟ معناها صحي 100% 100%. وتو هذا انت عامله الاستهلاك الشخصي والا لا البيع؟ ربي في كعبات باهين، الناس نضاف حبايبات باهين. عندك كليونات؟ معناها كليونات يجوزوا خويا. ربي يبارك لك وما شاء الله. انا واحد عنده كليونات عايش. انا واحد من الصراحه عجب، خاصه نشوف السردوك ما شاء الله عليه ما شاء الله عليك السردوك بلا المصور بلا ياخذ لنا سيد المصور بلا ياخذ لنا السردوك. هاهو 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 ما شاء الله هاهو خذوا لنا سيد المصور. ايش رايك فيه محلاه؟ ما شاء الله ما شاء الله بصراحه حاجه طبيعيه وحاجه صحيه. وتحس تحس الدجاج نتاع قبل الدجاج اللي تربينا عليه الدجاج العربي العربي الدجاج العربي صحيح. في بالك اللي الحاجه ذي انقرضت معناها ومشيت على روحها؟ ما هو انت والدومين نتاعك تحب تحافظ عليها سوريا تحافظ عليها. الحمد لله الحمد لله لا اله الا محمد رسول الله. دكتور احنا اليوم في زيارتنا، شنو هو الغايه من زيارتنا دكتور؟ الغايه من زيارتنا باش نشوفوا الدجاج ونحللوه نذبحوه ونحللو خاطر ثم مرض يدور. تذبح وتحلل؟ هاي تذبح خلي سرتو هاك الدندونه ذيك الكبيره خلصني فيها واذبحها. لحظه والسردوك الكبير وزوز حجلات واربع فرارج باهين. واش خليت لي دعمني خلي لي نحقهم واذبحهم ولا استعملهم ما عملش؟ كيفاش تحقهم؟ احنا جايين احنا انا طبيب جاي نحل في مهمه اخويا. تذبح لي 8 ولا 10 طيور منين قيدها ساعه نشوفوا الدجاج هذيك قيدها قيدها عندها مريضه بال هذيك هوني هذيك مريضه بالبغبش. شوف النظافه وشوف الواحد يقول والاخرى مريضه باللسان الازرق. لا اله الا الله. وقت السردوك الكبير هذاك مريض بال معناها قيدو قيدو يجي هذاك مريض بالزهايمر. شو باش يهز لي راس مالي باش نعيش مريض بالزهايمر هذاك. اي سيدي معناها السيد هذا معناها تحسه اللي هو مستقصدك ولا مستقصدني هذا؟ مستقصدني عمره ما ريته. هاي تجيني برشا من نتاع الحيوانات ما ريتوش السيد هذا. لا تو باش تدخل وتشد لنا الدجاجات. نعم شد لنا باش نوريهم لك. اعطيني ولد عمي نتاع الدجاجه اللي يقول لي عليه اعطيني. ودي احنا انا طبيب راهو جاي باش نخلصك انا. طبيب اعطيني انا مش الحل اللي عملته انت طبيب. انا احنا تابعين اللحوم والدواجن. هما راهم خرجوا على اللحوم والدواجن الاداره العامه لمراقبه المستهلك ومراقبه كل ما مواد غذائيه. هما خرجوا معنا من التلفزه غادي. اما الحقيقه بصراحه انا راني تفاجئت لانه السيد راه ما جاش فيه حتى تشكيات من قبل، حتى حد ما تشكى منه معناه ما فهمتش شنو. لا احنا كنترول نهبط وقت نحبه. خذيت عليهم سيفتهم وانت بسيف التلزه طبعا اللي هما يخدموا طبعا ما يخرجوا تسجلوا كان في الاوتوريزاسيون. احنا ما نخرجوهم في الاوتوريزاسيون يعطي ياخذ اسمه رقم بطاقه. هيا ندخل نشوف ادخل ادخل مدك الدجاجات وليد عام هذيك الدندون الدندون الكبير يرحم بوك يرحم بوك والسردوك الكبير واربع فرارج يرحم بوك. ما يدخل لي حد اللحظه مش نزلوهم نذبحوهم نعمل لهم تحليل. تدخل اللحظه طول يا ولد عمي اسمعني عشك اسمعني عشك ليه ما فيش حالك بالي يا راني مش نشدهم نهزوهم راه نذبحوه. تفضل ولد عمي ادخل هز اش تحب
عندك هذه والدندونه والحجلات. عندنا سردوك، عندنا دندونه، عندنا حجلتين. هاي اذبح حمل ياك. هذاك الكبير هذاك. اذبحهم خويا، اجي اذبح. معنا بالله يصور صديقنا. ايش سدوا اذبح. باه. باه. نجموا نصوروا معنا. باه تنجم تشد لنا تو انت، خلي نعملوا الاختبار، خلي يذبح ونحلوا. شدوا انتوا، انت مش شد لنا عاد، شد لنا الجاج. لا شد قتال. هز لي، شد لي هذوك. برا برا احسبك انت شد. باه سيدي تعرف كيفاش، لحظه خلينا نحط اجي نتحموا فيه. حط الميكرو تو نشد معاك سيدي. ايش عندنا نعملوا؟ نحن رانا في خدمه الدوله. في خدمة الدولة. هاي هاي طير هذي. هاي حزل هذاك حزل. هاي اجي شدوا هذوما اجي شوف الدندونة كبيرة اجي. دندونة شديتها؟ نزلت. ها؟ ها مش نشد لك منه. شد السردوك الكبير اجي. هاي هات. ايش السردوك الكبير هذا؟ هات هذاك، هات الدندونة. أنا شديت واحد. هات الدندونة. شد 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 هاي ترى نبدو بضومة. هات نبدو بضومة يا دكتور. هات هاي نبدو بضومة دكتور. عندك السكينة؟ عندك السكينة؟ السكينة هنذبحوه ساعة ذومة، ونذبح أربع حجلات وأربع أربع حجلات. حط غير معل. لا تعرف زرانة، لا تعرف زرانة. اهدي بشوي، اهدي شوي. سامحني بيه. هذه تضرب الطبيب. راه صلي عني بيه. من قلب الحدث الجنوبية تنقل لكم اهم مس. انا احكي بشويه بعد، انا احكي بشويه. بشوي انا احكي بشوي. خويا انا احكي بشوي. اسمعني اسمعني. شدوا من غادي عاد، شدوا من غادي، شدوا من غادي. ناحي العسل، ناحي العسل. ناحي هذه، ناحي هذه. هذه اسمها زكي. زكي. وانت شاركت معنا في الكاميرا الخفي. لا 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 سامحني يا حما. لا 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 اضحك خليها لا لا وكيما جات تجي.